السلامة. عسلامة، بارك الله فيك، عسلامة. اليوم الوضع التونسي نتأمله في نظرة استقرار داخلي، من سيادة رئيس الجمهورية شنو رأيك في الموضوع؟ أولا 25 جويلية كان حدثا استثنائيا استبصر له جميع التونسيين كبارا وصغارا، وما يثلج الصدر والفؤاد هو أن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد الذي أكن له كامل الاحترام والذي قد كان شبه صديق لي في أريان الجديدة لما يأتي إلى القيام بصلاته في الظهر أو العصر، وقد تحدثت معه كثيرا في أمور، ويعني أتذكر أني قد طرحت عليه السؤال التالي: لماذا يعطلون المحكمة الدستورية؟ فأجابني شيء بديهي أنهم لا يريدون أن يقوم القضاء بمهامه لكي يوقف الفاسدين. وكانت هذه الكلمة التي يكررها ترن في أذني، لكن الآن وقد طوينا صفحة واستبشرنا بخير سوف يأتي، أريد أن ألفت نظره إلى الطريقة التي يجب أن يتبخها في محاسبة الفاسدين. لا يجب أن نحاسب صغار الفاسدين، بل نذهب مباشرة إلى المفيوزات وإلى بارونات الفساد والذين استأثروا واستغنوا بواسطة امتصاص دم هذا الشعب الكادح، فهم يتجرؤون دائما أن يستغلوا عرق الكادحين لتحقيق أرباح طائلة. أود من سيادة الرئيس أن يعيد الأمل إلى المواطن، لا بالأمور السياسية فحسب، بل بتحسين المقدرة الشرائية للمواطن، وذلك بأخذ نصيب هائل من اللوبيات والمستثمرين وتوزيعها توزيعا عادلا على المواطنين. وبذلك نفتخر بأننا تونسيين ونعمل بالفكر والساعد ونعمل قلبا وقالبا لتحقيق التقدم والازدهار لهذا الوطن. لقد سبق يعني أمراء وملوك أن انتهجوا هذا النهج، مثال سليمان القانوني الذي أرسى العدل فتحقق الاستقرار في الدولة العثمانية. إنني أعتز به وأنادي يعني وأطلب من سيادتي أن يطبق هذه النظريات على أرض الواقع، وشكرا جزيلا.